في لقاء سابق لنرمين الفقي حكت قصة خطبتها من سفير وقالت: أول مرة جه هو ووالدته يتقدموا لي في بيتي في القاهرة، فوالدته قالت لي: أنا ما كنتش متخيلة إن نرمين الفقي تسكن في شقة صغيرة زي دي. فردت عليها والدتي وقالت إنها شقة والدتها. فردت على والدتي وقالت: طيب أنتوا بتعملوا إيه بكل الفلوس اللي معاكوا دي؟ مش كان لازم تعملي فيلا كبيرة تعيشي فيها؟ ده أنا قلت هاجي ألاقي بيتك. ما حصلش. وأضافت نرمين الفقي: على فكرة ابنها كان إنسان كويس جدا، وأنا كنت سعيدة جدا بارتباطي بيه، وهو كان لطيف معايا، ولكن المشكلة الكبيرة إنه كان ضعيف الشخصية وخصوصا مع والدته، وما كنتش عارفة أعمل إيه. وفي مرة من المرات عملت عزومة لحماتي وما لحقتش أغير هدومي بعد ما جهزت الأكل، وأنا بسلم عليها قالت لي: إيه ده؟ أنت ريحتك بصل. وبعدها بفترة عزمتهم في فيلتنا باسكندرية، وساعتها قلت لحماتي: ده بيتنا اللي كنت عاوزة تشوفيه. وبعدها بلغتها إني مش موافقة على الجوازة دي، وإني مش هينفع أكمل حياتي مع ابنك.